العالم بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وفقرة مهمة جدا لأنكم هتسمعوا صوت كان دايما صوت مميز دايما بتسمعوا في الإذاعة، ودايما كده لما بنسمع إذاعة الشباب والرياضة والصوت المتميز لعدد من القامات الإعلامية والإذاعيين الكبيرة طبعا الكبار اللي كانوا موجودين في إذاعة الشباب والرياضة، كنا نحب دايما بقى نشوفهم على الطبيعة أو نتكلم معاهم عشان نسمع ونشوفهم إزاي بيتكلموا في الكورة، إزاي بيحللوا الكورة، لأن دايما الإذاعة بيبقى صوت المعلق أو صوت الإذاعي بيبقى صوت مميز جدا، واهم حاجه في الاختيار او اختيار الشخصيه اللي بتقوم بالدور ده اهم حاجه الصوت. فالنهارده احد الاصوات المتميزه والاذاعي الكبير الاستاذ سمير حسين بينورنا وبيشرفنا النهارده في قناه النادي الاهلي عشان نتكلم معاه في الكوره ونسمعه بقى ونشوف صوته وصوره ونتكلم معاه في الكوره بشكل مستفيض اكتر. استاذ سمير منورنا ومشرفنا. اهلا بيك استاذ محمد، نورك، وانا سعيد جدا بلقائي معاك ومع كل جماهير النادي الاهلي. اكيد شرف كبير لينا، ومحتاجين نتكلم بقى عن الاهلي في افريقيا. ولما اتكلم عن الاهلي في افريقيا واسترجع الكواليس والذكريات، دايما الاذاعه كان ليها دور كبير جدا في نقل الاحداث والمباريات، والناس كلها في مصر كانت تقعد ماسكه كده الراديو ترانزستور بتاع زمان نقعد نسمع كده ونشوف ايه اللي بيتقال والوصف والتحليل بتاع المباراه والنتيجه. لان طبعا انت عارف ما كانش وقتها البث الفضائي والحقوق التجاريه وحقوق البث الفضائي، ولا كان في تليفون محمول ولا كان في حاجات دي خالص. طب كنتوا بتعلقوا ازاي على المباريات؟ يعني كانش في تليفون محمول ومثلا حضرتك موجود في كوت ديفوار او في الكاميرون او في غينيا، طبعا الامكانيات هناك صعبه جدا. بتشتغل على ده ازاي؟ كنا بنعاني، كانت معاناه كبيره جدا قبل السفر، بنتصل بالراديو الدولي والراديو الدولي بيتصل بالراديو الدولي هناك في الدوله اللي احنا مسافرين فيها، وبيطلب منهم ان هو يوفر خط تليفوني علشان نقدر ننقل احداث المباراه من الملعب الخاص بالمباراه. بنعاني لان كان المعاناه لانك انت الخط ما كانش مباشر على طول على القاهره، كان بيلف عن طريق اوروبا وتاخد وقت طويل، وبعدين ما تبقاش عارف اذا كنت انت فعلا مع القاهره ولا مش مع القاهره. سنه 82 لما الاهلي خد البطوله الاولى في افريقيا اللي كانت في غانا في كوماسي، الاستاذ حسام فرحات كان معاه كابتن ميمي الشربيني، استاذ حسام فضل يذيع المباراه لمده 90 دقيقه وصوته ما وصلش. ما وصلش خالص. وحتى الناس بقت هتتجنن، يعني هو الاهلي كان عامل ذهاب رائع 3-0 والعوده الناس خايفه، ولكن الناس مش عارفه ايه النتيجه، ايه اللي حاصل. في ناس قالت النتيجه خلصت التعادل 0-0، في قال لا دي مش 0-0 وقعدوا فتره طويله هي 0-0. لكن بعد كده لما اتصلنا بالاستاذ حسام بقى اتعرفت النتيجه انتهت 1-1 تعادل للاهلي وحصل على البطوله. معاناه، كانت معاناه رهيبه جدا. التليفون المحمول فعلا بعد كده حل المشاكل دي بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. يعني احنا كنا بنتصل بالسفاره بتاعتنا وبنتصل باعضاء السفاره يستنونا وان هم يكونوا معانا في الاذاعه اللي في الدوله الفلانيه اللي احنا مسافرين فيها، وكنا بنعمل معاهم كل المحاولات علشان يخلي الصوت يوصل، علشان ممكن لو فريقهم مغلوب او فريقهم مش حظوظه مش كويسه ممكن يضايقونا وما يخلوش الصوت يوصل للقاهره. فكنا بنعمل معاهم محاولات كتيره جدا علشان نقدر نوصل الصوت بتاعنا للقاهره، لدرجه ان احنا احيانا كنا بنستخدم تليفون لاسلكي بناخده من مصر هنا وناخده معانا هناك علشان برضو نوفر حكايه الاسلاك اللي بتاخد مسافات طويله وعدد امطار كتير. فمعاناه كبيره جدا لغايه التليفون المحمول محل هذه المشكله. اتحلت قضايا كتير بقى وقصه كتيره طبعا حلت مشاكل كتيره جدا. كل حاجه اتغيرت. الاهلي صحيح يعني البطوله الافريقيه نفسها اتغيرت، يعني بطوله افريقيا نفسها اتغيرت. احنا كنا بنذيع وكانت البطوله من خروج المغلوب يعني الغالب مستمر على طول. دلوقتي بقى انت عندك دور رئيسي، دلوقتي كان دور 8 دور رئيسي، بقى دور رئيسي في دور 16 حاليا دلوقتي. مظبوط. النادي الاهلي طبعا الجوله الثالثه هتبدا بقى يوم السبت بالنسبه لنا احنا، النادي الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم السبت هما الاثنين. بصراحه انا شايف ان عينينا لازم تكون على الماتش الثاني برضه، لازم نهتم بيه اللي هو مباراه اللي هو نجم الساحلي والهلال. مظبوط. انا نفسي ما يتبادلوش الفوز، بمعنى الفرقتين يتعادلوا سواء في الجوله الثالثه او الجوله الرابعه. ما هم جولتين مع بعض، لان دي الفتره الجوله الثالثه والرابعه دي فريق واحد اللي بيلعبوا بعض. بالظبط. اتمنى ان هم يتعادلوا، دي نمره واحد، او واحد فيهم ياخد 4 نقط وليكن الهلال. طب اقول لك على حاجه، ما يجي الجمهور يقول لك ايه، طب انا ابص للفرق الثانيه ليه؟ ما انا لا اكسب الماتشين بتوع زيمبابوي ماشي هبقى 9 نقط، بس لازم اكون محصن نفسي. النجم الساحلي جاي لي، ايوه اقدر ان شاء الله اكسب باذن الله، انا عايز اتاهل وعايز اتاهل اول. وهو الاهلي قدام يا استاذ محمد الثلاث مباريات اللي جايين في الثلاث جولات الجايين دولت بتسع نقط لازم ياخدهم الاهلي باذن الله ان شاء الله. اولا فريق بلاتينيوم فريق مهزوم في الماتشات بتاعته لغايه دلوقتي ما عملش حاجه، بيتغلب على ارضه من النجم وبيتغلب على ارضه من الهلال ومن النجم ثلاثه
يعني ما نقولش ان احنا بنقابل هو فريق صعب وممكن الظروف بتتغير، وسابع كمان المدرب بيتغير عندهم كمان دلوقتي حاليا. مظبوط. فالاحسن يعني لازم انا علشان زي ما انت بتقول كده لازم افوز. انا هلعب في القاهره اولا، لازم اخد الثلاث نقط، بعد كده اما اروح هراري اخد برضو الثلاث نقط، وهيجي لي النجم بقى هنا في الجوله الخامسه. دي مباراه سائريه اساسا، ومباراه انك انت بتحدد فيها صعودك المتصدر او تاهلك لدور الثمانيه وتتصدر كمان. لكن بلغه الحسابات لازم تنظر عشان تبقى الاول. انا شايف ان الهلال يكون لا اما ياخد الاربع نقط من النجم، لا اما يتعادلوا في الماتشين. بتمنى كده يعني، ده امنيه، لكن ايه اللي هيحصل الله اعلم. بس الهلال لو خد الاربع نقط من النجم انت هتصعب مباراه الجوله الاخيره. لا يعني هتصعب مباراه النجم الساحلي. النجم الساحلي اربع نقط وعنده ثلاثه هيبقى سبعه. سبعه. والنجم عنده ست نقط ومنهم نقطه برضو هيبقى سبعه. هيبقى سبعه سبعه، والاهلي تسعه. وياخد ويغلب النجم يبقى 12. انت عايز بقى الاهلي والهلال يتأهل. يبقى كده الاهلي تأهل الاول. خلاص انتهت. الاهلي هيبقى اول. بالظبط كده. قبل ما يلعب المباراه بتاعت الهلال. المباراه هتبقى ما بين الهلال وبين النجم، مين فيهم اللي يوصل مع النادي الاهلي؟ طبعا بالتاكيد عشان الكابتن حماده صدقي مع نادي الهلال، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. عايزينه بقى هو يعملها بقى. ويعمل هدايا للاهلي كويسه بقى من الموضوع دوت يعني. باذن الله ان شاء الله. دي امنيه، دي امنيه، بس انت عارف الكوره والارض الواقع بيقول حاجه ثانيه، والاحداث ومحدش يعرف السيناريو ممكن يمشي ازاي. سواء الاعلام دايما بيحب يبقى عنده لغه الحسابات واللغه الرقميه ونتائج الذهاب والعوده. توقع. والتوقع والكلام ده. طيب. لكن لو تبادلوا الفوز بقى، يعني كل واحد فاز على ارضه مثلا يعني وخد الثلاث نقط، هيخلونا نبقى عندنا حساسيه شويه. هيبقى خلاص، هيبقى النجم تسعه والاهلي تسعه مثلا ان شاء الله، والهلال سته. فتبقى القصه لا موجوده ما بين الثلاثه، كل واحد عنده طموحات. افضل نتيجه الاثنين يتعادلوا في الماتشين. ايوه طبعا في الماتشين، دي اجمل حاجه ان هم يتعادلوا في الماتش ده والماتش ده. الماتش ده والماتش ده بالظبط. يا اما الهلال ياخد اربعه. تفرق مع الاهلي صداره المجموعه؟ طبعا. يعني هو التاهل باذن الله ده في المقام الاول، لكن الصداره تفرق؟ طبعا. ليه؟ لانه هيكون اول مجموعه بتديله احساس انه الفا، انه الاول يعني. ولما يجي يلعب مع الفريق الثاني مستنيه هو اللي هيتحدد يلعب معاه. بس يعني هو هيلاعب مين بقى، هي دي المشكله برضو. تاني من المجموعات الثانيه بتعمل القرعه ساعتها. طبعا. ما عدا الثاني بتاعك اللي هو المجموعه بتاعتك يعني. بالظبط، بيتم حجب الثاني اللي كان معاك في المجموعه. وبتبقى مع الثلاثه الثانيين بتبقى مباراه رائعه. هل ممكن يبقى حد من مصر، يعني اثنين من مصر يكونوا في؟ وارد طبعا، لان القرعه مش موجهه. يعني القرعه لما بتتعمل يوم 6 فبراير بعد اخر جوله، الجوله الاخيره ان شاء الله يوم 1/2. ايوه 6/2 هيتحدد بقى ساعتها المواجهات اللي ما بين الاربعه المتصدرين والاربعه اللي واخدين لغايه النهائي. تهيألي هتتعمل القرعه لغايه الفاينل. لغايه الفاينل. لغايه الفاينل. بس هيتحدد بقى الاول ماتش دور الثمانيه هتلاعب مين من التواني في الفرق المجموعات الاخرى، وكمان لما تكسب هتواجه مين في المقص مع الفرق الثانيه في السيمي فاينل او حتى في الفاينل. بس هو الاتحاد الافريقي ما حددش لغايه دلوقتي الفاينل هيبقى فين لغايه اللحظه دي لسه، مع انهم قالوا هيذكروه في الفتره السابقه، قالوا هيعلنوها وما اعلنوش لغايه دلوقتي. هم هل منتظرين دور الثمانيه؟ هم حصروا الملاعب ما بين خمس ملاعب. اربع ملاعب منهم لاربع انديه موجوده في البطوله لغايه دلوقتي. أيوه. ما عدا ملعب الجابون، الملعب الرئيسي للعاصمه الجابونيه البروفيل، مفيش فريق من الجابون. بيقال ممكن يتلاقي في المغرب. لكن ملعب كازابلانكا موجود، الملعب اللي موجود في الدار البيضاء في كازابلانكا، استاد القاهره مرشح، الوداد والرجاء مع الفريقين موجودين في البطوله. استاد القاهره مرشح، استاد سكر سيتي في جنوب افريقيا مرشح، استاد الهلال السوداني في الخرطوم مرشح. دول الاربعه المرشحين، لان هم الاربع انديه موجودين في البطوله. فعلا في البطوله. الملعب الخامس المرشح للعاصمه ليبروفيل جابون، اللي هو الملعب الرئيسي، الملعب الرئيسي للبلد ده، الوحيد اللي خارج الانديه اللي موجوده في البطوله. هل ممكن يختاروه؟ لغايه اللحظه دي مش واضحه، بس حسب المعلومات يا ملعب كازابلانكا يا اما استاد القاهره الدولي. والخوف بس ان هو في الموسم الماضي مع المشكله اللي حصلت، ودي اول مره كانت تحصل في مباراه الوداد والترجي، ان هو عشان كده ملعب رادس مستبعد. قيل للوداد ان هنعوضكم. لا ما اعتقدش ان الكوره فيها تعويض يعني. لا هو طبعا كانت تصريحات، بس ما كانتش واضحه قوي في الملف ده. هو خطا. ولو تصريح قيل يبقى تصريح خطا لا يقال. الايام بيننا وهتكشف، والماتشات موجوده وهنشوف. والوداد موقفه صعب. والوداد موقفه صعب، المجموعه صعبه كمان. متعادل ماتشين لغايه دلوقتي. الوداد متعادل مع سان داونز الجوله اللي فاتت على ملعبه. البطوله قويه، الفرق كمان كلها قويه يا استاذ. مش باينه قدامه ان هو ممكن لسه يكمل وما يكملش، الله اعلم. الوداد عنده على فكره ازمه كبيره زي الاهلي. اهم ثلاث لعيبه عنده مصابين. يعني بابا توندي اللاعب الافريقي، صلاح الدين سعيدي نجم خط الوسط الدفاع، اشرف هداري ولسه مهزوم من الرجاء اهو.
ما هو في مباراه الرجاء الاخيره اشرف داري لما جات له رباط صليبي ثلاث اصابات مؤثره قد يعني لا يعني لا ممكن ما يكملش، ممكن ما يكملوش الموسم. لا يعني الوداد ممكن ما يكملش يوصل الثلاث اصابات مؤثره، انت بتتكلم زي اصابه محمد محمود وحمدي فتحي. فاصابات لغايه نهايه مؤثرة الموسم مؤثره طبعا. بالظبط كده مؤثرة. مع الخسائر في البطوله المحليه كمان من الرجاء، فده ممكن يبقى ليه تاثير حتى على المشوار. وبرضه لازم نذكر نادي الزمالك ان هو طريقه نفس طريق الاهلي، لانه اتهزم برضه في المباراه الاولى وفاز المباراه الثانيه، لكن هو حظه ان الهلال عندنا فاز عنده ثلاث نقط، لكن هو عنده الاثنين اتعادلوا اللي هو زيسكو وفرصه طيبه ان هو يعدل الاثنين اتعادلوا، فمدياله الرحيه شويه هو يعدل موقفه يعني. في مباراه زيسكو بقى بالظبط، لو فاز الماتشين بتوع زيسكو اعتقد الزمالك يكمل يعني. طيب لو انا استعرض معاك بقى قبل ما نخش على الدوري المحلي، المجموعات الاربع مجموعات في البطوله الافريقيه، مازيمبي الزمالك زيسكو اول اغسطس، ترتيب المجموعات يعني خلال الجوله الثالثه والرابعه هيحدد الطريق طبعًا والمشوار. طبعا نفس الامر مجموعه الاهلي. اه طيب المجموعات الثانيه بقى شايفها ازاي في المستوى؟ يعني سان داونز، اتحاد العاصمه، الترجي ماشي على طول، اتلتيكو الترجي ماشي، هنيجي للترجي بس سان داونز، الوداد، اتحاد العاصمه، بيتر اتلتيكو. هو الترجي عايز يعني عمل في بطوله العالم للانديه بدايه ما كانتش كويسه، لكن قدر يحسم ياخد المركز الخامس في البطوله. الترجي بتلاقيه شويه كده وشويه كده، فريق فيرست تيم ما فيش بعد كده، قوي جدا على مستوى القاره، وخاصه ان فريق مؤسسي يعني زي الاهلي وزي الهلال السعودي، من الفرق او الانديه العربيه اللي هي تعتبر انديه مؤسسيه يعني عندها مؤسسات رياضيه عاليه على اعلى مستوى. مظبوط. ففريق الترجي لازم تعمل حسابه وان هو ممكن يوصل فعلا للمربع الذهبي، وممكن يوصل للمربع المباراه النهائيه، ووصل مرتين ورا بعض وحصل عليهم باي شكل من الاشكال، سواء بقى بالحلال بالحرام بيذكروا الكلام دوت حصل عليهم. طيب فالترجي موجود تمام اوكي. الرجاء اعتقد عنده دفعه معنويه عاليه جدا بعد اللي عمله مع فريق الوداد سواء في البطوله العربيه او في الدوري المغربي، وكسب فيتا في الكونغو، وغلب فيتا في الكونغو، يعني غطى المباراه الاولى مع الترجي اللي هي اللي عملها. فالرجاء برضو طريقه اعتقد هيمشي برضو هيمشي كويس يعني. مين تاني بقى موجود معاه في المجموعه؟ شرط القبائل ثلاث نقط زي الرجاء، زي الرجاء هتبان الجوله الثالثه والرابعه هتحسم شكل كبير قوي المجموعات كلها. هم هيلعبوا بعض الجوله الثالثه والرابعه مع بعض، التعادل بقى او الفوز والثلاث نقط ثلاث نقط ممكن تحسم لهم الموقف، هيحسم بشكل كبير. طيب واحنا بنتكلم عن المجموعات وبنتكلم عن البطوله الافريقيه لازم نتكلم سان داونز هيوصل. سان داونز هيكمل. سان داونز مش ملاحظ يا استاذ سمير ان هو من الفرق الكواليتي بتاعها في افريقيا مش افريقيا يعني، دايما بيعتمد على لعيبه من امريكا الجنوبيه، بيرو، البرازيل، ارجنتين، عنده لعيبه دايما محترفين جايين من امريكا الجنوبيه. الكره اللي بيقدمها سان داونز مش الكره الافريقيه اللي هي الكره الكلاسيكيه المعروفه، حتى المدير الفني بتاعه هو المفروض اصلا افريقي، موسيماني افريقي، لكن ومدرب في جنوب افريقيا وابن المكان ابن البلد. لكن سان داونز دايما السنوات الاخيره بتحس ان هو لا مختلف شويه، واخد المدرسه البرازيليه، واخد طريقه وتدريب وتفكير الانديه الاوروبيه، واخد بطوله 2016 واخد 2016 من الزمالك. والسنه اللي فاتت خرج من قبل النهائي بالظبط امام امام الوداد، الوداد اتعدى معاه وقدر يتخطاه يعني ويوصل للمباراه النهائيه. انا نفسي ان احنا نقابله، لان احنا لازم نتخطاه ونقول له مين الاهلي، وهم كانوا بيتمنوا ده في دور المجموعات، لان قال لك الاهلي لو قابلنا في الادوار النهائيه هتبقى مباراه سائريه صعبه جدا طبعا. لان لازم يعرف ان النادي الاهلي مش سهل كده يعني، وهو عارف ان النادي الاهلي خد منه بطوله قبل كده. هو بيتحاشى المقابله المره دي، ومن اورلاندو يعني من افريقيا نفسها، من جنوب افريقيا نفسها بطولتين واخدينهم من جنوب افريقيا، فهم بيتحاشوا النادي الاهلي، وهي كانت ليها ظروف خاصه ان شاء الله ما تتكررش تاني يعني هذه الظروف الخاصه باذن الله. طيب هتكلم بقى عن الدوري العام، الجوله العاشره كانت ساخنه جدا وفيها نتائج كبيره، ابرزها طبعا الفوز الاول، الفوز الاهلي على الاتحاد كان بنتيجه كبيره 4-0، وفي نتائج ثانيه بقى الفرق ثانيه في الدوري كانت فيها مفاجآت وكانت فيها نتائج غريبه. تعليقك على الجوله العاشره وتعليقك على النتائج وتعليقك على الاهداف، شايف الجوله دي مؤشر لايه بالنسبه للمرحله الجايه؟ الجوله العاشره ده جوله مثيره جدا، النادي الاهلي عمل نتيجه كبيره مع اتحاد السكندري، اتحاد السكندري طبعا مش هو الاتحاد السكندري بتاع السنوات السابقه، اتحاد السكندري مع الكابتن طلعت يوسف حاجه ثانيه خالص.
مدعم نفسه كويس، واعتقد كمان هيدعم نفسه لسه كمان في يناير اللي جاي. وصل لبقى تاني الدوري، يعني الاهلي كمان بيلعب الاتحاد، كان الاهلي الاول والاتحاد الثاني. النتيجه الكبيره دي ان الاتحاد تراجع في الشوط الثاني عن الشوط الاول. الشوط الاول عمل مباراه رائعه جدا مع النادي الاهلي، وتوزيع اللعيبه كانت في ارض الملعب بشكل رائع، وواضح الناحيه التكتيكيه الموجوده عندهم عاليه، والكابتن طلعت عامل شغل كبير جدا مع فريق الاتحاد. النادي الاهلي مع فايلر حاجه ثانيه، ويمكن اعتقد الانديه دلوقتي بقت تعمل حسابها قدام فايلر، ما بقتش مباراه هلاعب النادي الاهلي. حتى نادي المقاولون بيقول اللي هو بياخد ماتشاته من الاهلي المقاولين، فبيقول لك ان احنا بنعاني لان احنا بناخد اللي الاهلي غلبهم، فبيبقى جاي بقى جاي بقى عاوز عاوز يستنفر بيستنفر نفسه، وعاوز يخلص من الهزيمه وعاوز يعوض، فهم بيعانوا من هذه النتيجه. الاهلي يكسب واحنا نعاني. ايوه هم يعانوا فيها، بس ما شاء الله بيكسبوا بالظبط. يعني هم برضو بقوا تاني الدوري، المقاولين تاني الدوري، ومقاولين عمل مباراه رائعه مع الاسماعيلي. الاسماعيلي في مشكله موجوده في الاسماعيلي، والمشكله برضو بتاعته اداريه. الاسماعيلي يمكن في لعيبه كويسه، لكن الاسماعيلي طول عمره بيقدم لعيبه كويسه وبيقدم لمصر لعيبه موهوبه، لكن في مشكله موجوده دلوقتي. هل هي ناحيه ماليه؟ هل هي ناحيه جهاز فني؟ هل تعتقد ان الاسماعيلي كان بيتميز بقطاع الناشئين؟ افتقد دي السنوات الاخيره بقى، فدايما بيعتمد على ان هو يشتري. فاللاعب اللي متربي في اسماعيليه او متربي عنده في الاسماعيلي الكواليتي بتاعه عكس اللاعب اللي بتشتريه من بره، فالاسماعيلي فقد هويته. نعم، ده جزء ممكن يكون من تاثير النتائج على الاسماعيلي في الدوري، وهو ده اللي مخلي جمهوره زعلان وحزين، لان مش هو ده الاسماعيلي اللي هو الكره البرازيليه. بنستمتع بالكره الاسماعيليه، الاداء ده فين؟ في الاسماء رهيبه جدا مرت على النادي الاسماعيلي، وجماهير الكره المصريه كلها بتحبها وتعشقها. مزبوط. من الاداء بتاعها الرائع اللي كان موجود. انت الكوره ايه هي غير انك انت بتتفرج على اداء جميل رشيق بيخليك تبقى معجب بالاداء اللي موجود قدامك؟ مش حكايه ان انا بشجع ده او ما بشجعش ده، لكن انت عاوز تشوف كوره جميله على ارض الملعب، بتشاهد ارض الملعب، بتبقى مبسوط من الاداء اللعيبه اللي تبقى موجوده فيها. الاسماعيلي كان كده بالظبط، هو ده كان اسماعيل درويش، وكانوا كره السامبا البرازيليه اللي بتخليك تتمتع بالكوره. الجمهور بيفتقد الحكايه دي دلوقتي. هل الجماهير عدم وجودها سبب؟ جايز ممكن. هل الاداره علشان انا سامع ان الاداره عنيده وما بتسمعش كلام الجماهير او بتستجبش لطلبات الجماهير؟ الاداره اداره برضه، والجمهور جمهور. ما هو برضه في من ضمن اللي بينتقد لعيبه كبار من الاسماعيلي، لعيبه كبار، منهم الكابتن علي ابو جريشه، منهم الكابتن اسامه خليل، منهم الكابتن سيد عبد الرازق، منهم لعيبه كبار موجودين في الاسماعيلي مش عاجبهم لكن يقدر الاسماعيلي يعوض، لسه عنده مساحه وقت ومساحه مباريات. بس هل يعوض ليه؟ الجهاز كمان. طب هيعوض ليه يا استاذ محمد؟ يعني على الاقل المراكز يوصل مربع ذهبي. يوصل مربع ذهبي. لكن الاسماعيلي مش هيقدر يعمل حاجه اكتر من كده. لكن المقاولين ممكن يستقر في المربع الذهبي، بس عايز الاستمراريه. ولا مرحله زمنيه؟ عايز استمراريه. لان الدوري المصري دايما بحس كده دوري القطبين. يعني مهما جه فريق جديد، فريق بيحاول يستقطب ابرز النجوم ويخش في المنافسه، لكن بحس ان هي مرحله زمنيه. يعني مره المقصه طلع فتره، مره بتروجيت قبل كده كان بينافس، فين المقصه دلوقتي؟ مره الحرس كان بينافس، السنه اللي فاتت بيراميدز. لكن في الاول والاخر في النهايه هتلاقي الدوري المصري هو دوري القطبين، الاهلي والزمالك. ده لغايه دلوقتي كده صح؟ حتى لو الزمالك بعيد مؤقتا دلوقتي، لكن بس هو بشكل موجود. عام هو اللي موجود على الساحه، وهو موجود يعني هو دلوقتي السادس، لكن فجاه ممكن تبقى الثاني، وممكن بينافس الاهلي. صراع نقطة موجود بينهم وبين بعض، النقط يعني، يبقى صراع، مباراة مباراة ونص، مباراتين، مش عارف ايه النتيجة الجاية، النتيجة اللي بعدها. طالما الأهلي بيفوز بيصدر بقى لكل المنافسين صعوبات. طبعا أكيد. الحاجة بقى اللي أنا عايز أقولها، يناير هيبدأ أهو الأسبوع الجاي. بالظبط. كل سنة مصر كلها طيبة يعني. كل سنة وحضرتك طيب. السنة اللي فاتت إحنا شفنا السعار الكبير اللي كان موجود على النادي الأهلي، ان الكابتن عامر حسين موفر مباريات الاهلي لشهر يناير عشان يكون عمل صفقاته الجديده الشتويه، علشان يقدر يلعب ويجيب النقط وياخد الدوري، وبيأجل له المباريات المهمه العاليه الكبيره ليناير وما بعد يناير، علشان يقدر يكون بالصفقات الشتويه يعمل كذا، وان المفروض الصفقات الشتويه للدور الثاني وليست للدور الاول. انا عايز اساله السؤال ده. الدور الاول هيخلص 19/2. ده الدور ده احنا في الدور الاسبوع ال 11 هيبدا واحد، يعني هيشتغل في 1 يناير. الاهلي هيلعب 1 يناير. الدور الاول اللي هو الاسبوع ال 17 هيخلص 19/2، يعني بعد الانتقالات ما تخلص بشهر كمان. فين بقى ان كان كابتن عامر حسين بيوفر كل حاجه للنادي الاهلي عشان يعمل الصفقات الشتويه؟ كله كان كلام في الهواء. طيب السنه دي الاهلي
عنده مباراه مؤجله مع الزمالك اولا ثم مع المصري. الاهلي هيلاعب مين اولا؟ هيلاعب المصري قبل الزمالك. ليه ما حدش هيتكلموا يقولوا فين الترتيب؟ المفروض الزمالك قبل المصري. فين الترتيب؟ السنه اللي فاتت برضو قعدوا يتكلموا على الترتيب، وان الكابتن عامر حسين عمال يوفر للنادي الاهلي ويديله ماتشات ضعيفه الاول علشان الماتشات القويه يكون هو عمل الصفقات الشتويه بتاعته. فين الترتيب دلوقتي؟ فين الترتيب؟ وفين دور اول ودور ثاني؟ فين الصفقات الشتويه مع الدور الثاني والصفقات الصيفيه مع الدور الاول؟ فين الكلام ده؟ لكن هو كانت حاله من خلق جدل وخلاص. خلق جدل وخلاص. وبتعمل فتنه بقى يا استاذ محمد الحكايه دي اكيد للاسف، لان طيب. الناس كلها بقى الزملكاوي طبعا شايف ان انت مظلوم، شايف نفسه مظلوم، وان اتحاد الكوره كله مع النادي الاهلي وانه بيوفر للنادي الاهلي كل شيء عاوز يعمله النادي الاهلي، وهي الحقيقه مش كده، وهي الحقيقه مش موجوده كده. طيب واحنا بنتكلم على مباراه الدوري، المفروض في فرق لما بتلعب بعضها المكسب مش 3 نقط، لا 6 نقط. يعني طنطا لما لعب اسوان ويطلعوا 2-2 الاثنين خسرانين طبعا، بس هيرتضوا بالنقطه برضه في الاخر. والسنه اللي فاتت حضرتك الدور الاول، لا يعني مابقاش يعني اللي هيخسر مش هياخد اي حاجه خالص. هو اللي كان متقدم اسوان دايما هو المتقدم في 1-0 2-1 وبعدين بقت 2-2. الطنطا هو اللي كان بيدور على ان هو ياخد النقطه، انه يتعادل. بالظبط. زي حرس الحدود مع انبي، مش عاوز انبي يفوز عليه بالظبط، وبرده كان الكابتن طارق العاشري مرتضي بالنقطه. طيب السنه اللي فاتت الداخليه كان عامل دور اول في منتهى الروعه، كان تقريبا العاشر ال11 كده، وفضل برده مرتضي بحكايه النقطه في الدور الثاني، ما عملتلوش حاجه لان الفرقه الثانيه كسبت. اللي تحت بيه بقى، اللي تحتيه بقى، اللي تحتيه عدى، بدا يفوز فعدى. فالنقطه ما بتنفعش، لازم يبقى في توجه واستراتيجيه جديده لاي فريق من الفرق اللي تحت دي علشان لازم يعبر وياخد الثلاث نقط، لان الثلاث نقط هي فعلا المعبر الحقيقي عشان توصل لمنطقه الامان مش النقطه. طيب نتائج مصر المقصه نتائج غريبه، والكل كان متوقع ان المقصه وحتى كان من ضمن المنافسين في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، لكن السنه دي هل بيواجهوا سوء حظ؟ هل عدم توفيق؟ باع لعيبه. بس بالعكس مهمة. خلال السنوات اللي فاتت لما كان بيبيع لعيبه كان بيطلع لك كل سنه لعيبه ثانيه، ما جابش بقى. ما بقاش فيه على مستواهم، على نفس الاجانب اللي عنده كانوا في منتهى الروعه، كان عنده 3 اجانب تقريبا هم اللي كانوا بيجيبوا له الفوز وبيحاولوا يفوزوا وكانوا مخليين اللعيبه الثانيه. افتقد جون انطوي. طبعا افتقد. وتراوري وايريك تراوري. طبعا ده اخطر من جون انطوي كمان. الحاجه الثانيه ده كان اللعيبه الاجانب دولت مخليين مثلا الكابتن حسين الشحات والكابتن احمد الشيخ ميدو جابر واحمد سامي، وده كان في مجموعه يعني كلها ايام الكابتن ايهاب جلال، اسماء معروفه جدا وكانوا بينافسوا بمنافسه رهيبه جدا على الدوري. تعادلهم مع نادي اف سي مصر 2-2 والمقص اخر 5-6 ماتشات بيحاول يكسب ماتش عشان المكسب يجيب مكسب. طب ومباراته الجايه مع الاهلي في الدوري صعب، فهتبقى الوضع يبقى صعب. انت شايف طبعًا. الترتيب وشايف حتى مباراه مصر والمصر المقاصه كانت ازاي، يعني 2-2 ومستوى ده كمان اف سي مصر اهدى المقاصه التعادل في اللحظات الاخيره. لا مش حاجات اللحظات، لا هو مصر اللي اتعادل في الدقيقه 89. لا هو الاف سي مصر تقدم في الشوط الاول بضربه جزاء مظبوط، وفي بدايه الشوط الثاني سعيد اوكا حط كره في مرمى بقت 1-1 ميدو جابر من ضربه جزاء تقدم، لكن رضا الويشي تعادل في الدقيقه 90 تعادل لاف سي مصر. واخد بالك؟ فالمقاصه ما عملش حاجه، عشان يثبت ان هو عاوز يفوز، بيلعب على ملعبه او على الكليه الحربيه سيان يعني السلام والكليه الحربيه قريبين لبعض. لكن ما عملش هو حاجه، وبعدين الاداره كانت قبلها بيوم اجتمعت باللعيبه وبالجهاز وجديدة الثقه في الجهاز وهددت اللعيبه اللي مش عاجبه يمشي. الكابتن ميدو قاعد لاخر الموسم وهيستمر لغايه اخر الموسم، يعني معناها ان احنا منحازين ليه مش منحازين ليكوا انتوا. واخد بالك؟ يبقى في حلقه مفقوده في الحته ديت. ايه الموجود يعني؟ هل اللعيبه مش قادره تادي بالمستوى الكابتن ميدو بيقوله لهم ولا ايه؟ ولا احنا كاعلام مستعجلين دايما على النتائج؟ لان جهاز فني جديد بقياده احمد حسام ميدو احنا لسه في الاسبوع العاشر. يعني الراجل 9 نقط بس في مقاييس الكوره، لو انت جايب مدير فني بمشروع او بمدرسه جديده محتاج مساحه وقت.
طب ما في دجله بقى اللي بقاله سنتين او اكتر من سنتين ده يعمل ايه؟ دي مدرسه تانية في دجله، ده ماجد سامي عامل مدرسه تانية. يعني هو بيقول لك انا عايز اتفرج على كوره لكن مش مهم عن النتائج. طب ده ما هو طب المدرسه مش بتبقى في انتاج يعني؟ مش في انتاج؟ لازم انتاج طبعا. فين الانتاج؟ ما هو التكيس، ما هو بينفذ هذه الخطه الموجوده، الخطط اللي هو بيعملها دي موجوده من السنه اللي فاتت، وكان برضه هيقعوا السنه اللي فاتت ومش جايب نتائج ايجابيه. بقول لك انا هيقعوا دخلهم في ازمات نتائج فعلا، يعني نفذوا باعجوبه في ان هم يستمروا في الدوري. طب ايه الناتج الجديد؟ لو هو خسران واحد واثنين ما بيغيرش طريقه اللعب، بيلعب نفس الشكل. نفس الطريقه، وهو نفس طريقه اللعب، وبطريقه اللي انا بقول عليها، وتمشي بالطريقه دي. طب ايه الجديد؟ ما هو لازم يبقى في تطوير برضه يا استاذ محمد، لان مش كره القدم حاجه ثابته كده. ما هو كره القدم دي لعبه متغيره. ومال احنا بنقول ليه الشوط الثاني مثلا ده شوط المدربين؟ يعني بيغير ليه؟ لما مثلا مستر جوزيه لما كان يشوف الاهلي في الشوط الاول كذا يقوم عامل تغيير من الشوط الاول. طب بيعمل ليه التغيير ده؟ ما يستمر على نفس الطريقه ولا هتتغير النتيجه؟ اكيد، لان الكوره لازم يكون فيها تطوير وفيها تغيير. المدرب قاعد بره عشان يغير من طريقه الخطط. انت بتلعب شطرنج، لو فضلت ماشي بالطريقه المعينه اللي انت بتلعبها مع المنافس اللي قدامك هيغلبك على طول بسرعه. صح، لو كنتش انت تستخدم عقلك وتفكيرك وتغير طريقه اللعب بتاعتك مش هتقدر تفوز. طيب، في ظاهره ايجابيه في الدوري المصري السنه دي، وهو عدم الاستعانه للحكام الاجانب حتى هذه اللحظه. كويس، عشان ما نقولش بس ده مقياس على الموسم بالكامل، لان لسه، لان كمان في احدى مباريات الدوري كان في خطا تحكيمي بنعتبره خطا في تطبيق القانون نفسه. تمام، في كانت مباراه، اعتقد كانت مباراه دجله امبارح. يعني المفروض انت لو في اي خطا جوه منطقه ال 18 بتسدد الكوره او بتضع الكوره على خط الموازي لخط المرمى. مش عارف المساعدين كمان السنه دي مش على يعني بيسببوا مشاكل للحكام. حتى في مباراه الاهلي مع الاتحاد كان في مشكله في الجول الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي يعني. واخد بالك؟ واخطاء برضه في ضربات الجزاء شفناها في ماتشات كتيره في الدوري. بس الاخطاء بالقياس بالمواسم السابقه اخطاء قليله، علشان النتائج اجانب، علشان النتائج بتبقى مرتبطه بايه؟ ان يعني انا فزت رغم ان ليا اتغلبت واتغلبت 1-0 بس، وكان ليا ضربه جزاء كان ممكن تخش او ما تخشش. واخد بالك؟ بس شفنا انتقادات، يعني شفنا المقصه اعترض، طنطا ده طنطا كان عنده اعتراض كبير جدا، ده حسب عليه ضربه جزاء غير طبيعيه، ما فيهاش اي علاقه بضربات الجزاء. دي من حقهم بصراحه، يعني حاجه مش ضربه جزاء خالص، وده بيحكم بحسابها ضربه جزاء. شفنا في المقصه كان ليه ضربه جزاء في قدام الزمالك، شفنا ضربه جزاء موجوده في قدام الاتحاد، شفنا يعني الزمالك كان ليه ضربه جزاء في المباراه اللي لعبها مع الانتاج، المباراه الوحيده بس. يعني مثلا يعني الفتره الاخيره كان مش عايزين نفتح الملف ده، لان كان يعني اكثر فين؟ استفاد كثيرا من المباريات السابقه. طب امبارح برضو او ماتش الزمالك والانتاج وشفنا الكوع اللي عمله كابتن طارق حامد، والحكم الرابع واقف قدام اللعبه لا شاور للحكم، نظره الحكم كان شايف اللعبه فعلا صح، يعني لا شاور له ولا قال له ولا كلمه. طب دورك ايه؟ يعني هل انت دورك انك انت واقف بس حكم رابع مستنيه يقع عشان تخش انت جوه او توري له التغيير والتبديل والحاجات ديت؟ مش معقوله، لازم يكون لي دور. طيب، بنختلف على فكره الاخطاء، في اخطاء تقديريه، في اخطاء فيها نسبه عدم تركيز من الحكام. ما هو برضه يا استاذ محمد ضربه الجزاء بتاعت الاهلي قدام الاتحاد قال لك دي حسب التغيير الجديد او التعديل الجديد اللي عمله الاتحاد الدولي بقت لازم تتحسب ضربه جزاء. طب هي في ناس كتير بتنتقد لانها مش عارفه ان التعديل بيقول كده. يبقى لازم الناس تعرف ان في تعديلات جديده حصلت، والتعديلات هي اللي بتقول ان دي ضربه جزاء. طب ممكن ما ينظرش اللاعب لكن تحتسب ضربه جزاء. رغم كل هذه الاخطاء، لكن حتى هذه اللحظه الدوري كله تحكيم مصري، مفيش حكام اجانب لغايه دلوقتي. ده احسن من السنه اللي فاتت. بالظبط. لا، السنه اللي فاتت كانت غير طبيعيه. طبعا، ده نسبه التحكيم الاجنبي السنه اللي فاتت بالمقارنه بالحكام المصريين وصلت 15% 70-30% يعني. يعني لو حسبها 30 حكم تقريبا، نسبه عاليه عاليه. ما حصلتش ما حصلتش في تاريخ الكره المصريه ابدا. وكل ده كان عشان ايه؟ طب دلوقتي بيراميدز اللي كانوا بيجيبوا حكام اجانب، ده بيحكم له حكام درجه اولى دلوقتي. مش حكام دوري ممتاز، مش درجه يعني، مش حكام دوليين يعني. ده كلهم درجه اولى. طيب، وانا بتكلم على التحكيم، تتوقع الفار لو اتطبق في مش هتكلم على السنه دي عشان انا اكون واقعي حتى مع الناس، فكره ان يقول لك الدور الثاني دي صدقوني استحاله، ومش استحاله طبعا على الدرجه الثالثه الاول. ما كانت عنده فرصه في الدرجه الثالثه واجل مباراه الدرجه الثالثه عشان ماتش الاتحاد والاسماعيلي في البطوله العربيه. ايوه، وقلنا يا جماعه ده بالعكس، ده طبق التجربه على الماتش الدرجه الثالثه اوف لاين. قال لك لا، ما دي للبطوله العربيه مالهاش علاقه بالدرجه الثالثه. بس هي مكلفه طبعا وعايزه تدريب. هي عايزه تدريب قبل التكلفه. طبعا، يعني هو التدريب قبل التكلفه طبعا، لان التكلفه انت سهل تفكر فيها، لكن التدريب
لازم تدرب. عندنا كام حكم متدرب على الفار؟ 3-4، كابتن جهاد جريشه، محمود ابو الرجال، محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، وامين عمر. تحت 3-4 زي ما انت بتقول كده، 3-4 بالظبط، 4 هم بس اللي موجودين لغايه دلوقتي يقدروا في الفار. غير كافي طبعا. طب هنعمل ايه بقى؟ هم دول الاربعه فضلوا كده؟ ده المجموعه اللي هتدرب الحكام في مصر اولا لازم ياخدوا محاضرات وكورس تدريبي من الفيفا عشان يدي كورس للحكم. أيوه. انت ما عندكش اصلا في مصر محاضرين يقدروا يدربوا الحكام. نعم. هتجيب وقت فراغ منين عشان تدرب الحكام؟ وكل ده بفلوس. والدوري شغال. والدوري شغال. طب هو الاحسن بيبقى ايه؟ ان احنا نبدا من دلوقتي بحيث نبدا في الموسم الجديد. نبدا الموسم الجديد. بالظبط. بس يتدربوا من دلوقتي. ما نقولش بقى ايه لما يجي يخلص الدوري ده نبدا ندربهم، لا مش لما يخلص الدوري، لا ده من دلوقتي يتدربوا. لان اتحاد الكوره شاغل نفسه قوي بفكره الشركه اللي هتنفذ التقنيه. شركه تنفذ التقنيه، ما انت اعمل مناقصه بخمس ست شركات بدل ما تبقى شركه واحده، ولا كان احسن اول افضل ما فيهم، واختار افضل عرض ممكن يجي لك من ضمنهم، سواء في عرض الكاميرات او التقنيه اللي هيشتغلوا بيها او حتى في القيمه الماليه. لان ممكن في شركه تقول لك انا هعمل لك الماتش ب 6000 دولار. شركه تقول لك هعمل لك الماتش ب 3000 دولار، بس الشركه اللي ب 3000 دولار هتديك معدات اقل من ال 6000 دولار. لا يبقى 6000 دولار احسن. فهي القصه سهله في دي، يعني سهله، بس سايبين الاساس اللي هو الشغل الفني يا استاذ سمير، وبيركزوا قوي في الشركه اللي هتتعاقد. وهو ده اللي احنا بنتمنى، ان هم يحطوا ايديهم على الحاجه الاصح والحاجه الافضل، لان هي دي اللي هتفيد الكره المصريه. وطبعا لو في فار كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها دلوقتي في التحكيم ده اهي ما كانتش هتبقى موجوده. طيب هسالك سؤال، وفي اقل من دقيقتين احنا خلاص هنختم الحلقه. لائحه الانضباط، لائحه المسابقات، شفتهم ولا ما عرفتش توصل للائحه؟ والله انا كتبت على صفحتي النهارده وقلت هو ان لائحه الانضباط لائحه الانضباط محتاجه الى اعاده نظر. لازم ارجع للوائح اللي موجوده في الفيفا وموجوده في الكاف واشوفهم في الحاجات دي. ده هو بيطبق لائحه الفيفا على فكره؟ لا، الالفاظ المستخدمه. ما هو ترجمه حرفي. لا انا لازم يعني مثلا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك بسبب الاساءه للحكام تبويخ، اعتبرها تصريحات فتوبيخ. ما قالناش ايه توبيخ، ما قالناش. ما هو ما قالناش ليه. ايه الاساءه اللي هو عملها؟ هو لو كان قال تحذير كانت الناس فهمت. ما هو الناس مش عارفه، بس هو خد الترجمه. هو اقول لك على حاجه، هم ما عملوش في اتحاد الكوره، عشان اعرف الناس اللي حصل بالظبط، ما عملوش في اتحاد الكوره لائحه انضباط. هو استسهل، قال لك ايه؟ هات لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الدولي اهي الفيفا، ماشي، وترجمها. ماشي، اللي ترجم ترجم حرفي. لكن ما هي مكتوبه في لائحه الفيفا توبيخ. المفروض انت باللهجه بتاعتنا احنا في مصر قول تحذير. طب حضرتك لما واحد ما ينفذ مش مفروض يبقى موجود في اللائحه؟ ما في اللائحه بس مش مكتوبه ايه اللي هيحصل. قال لك هيضاعف العقوبه، مضاعفه العقوبه على الشخص المخالف وخصم نقط من النادي اللي بيتابع. طب طلع ان المهندس فرج عامر قال انا معايا حصانه، وطبعا رئيس الزمالك برضو معاه حصانه. لا احنا بنتكلم في الكوره. لا ما انا بتكلم اهو، ما هو دلوقتي ما هو قال لك مش هحضر لاني معايا حصانه. طب هل ده موجود؟ طب ما الكاف اوقف مثلا رئيس الزمالك قبل كده لكن ما حضرش. طيب ليه نفذ؟ طيب انا بشكرك، للاسف وقت الحلقه خلص بسرعه، والموضوع ده كنا محتاجين نتكلم فيه من بدري، بس اتمنى اللائحه الواحد يعرف يجيبها ويراها، تبقى ده هيبقى سبق صحفي منفرد طبعا انك تجيب اللائحه، رغم ان زمان اصلا كانت اللائحه بتتبعت لنا من الاتحاد لكل الانديه وكل الاعلاميين. بس حاجات كتير عاوزه تتغير والله يا استاذ محمد. استاذ سمير حسين انا بشكرك، شرفتني ونورتني، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده احد القنوات الاعلاميه الكبيره والاذاعه الكبير، ودايما موفق كده ونستمتع بوجودك معانا. الله يخليك يا استاذ محمد، انا بشكرك جدا، بشكر كل جماهير النادي الاهلي، واقول الحمد لله على السلامه للكابتن محمود الخطيب، عودته بالسلامه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون في ازدهار دايما ان شاء الله. يا رب دايما يا رب دايما. الف مليون سلامه والحمد لله على السلامه للكابتن محمود الخطيب، الرمز الكبير، رمز الكره المصريه والافريقيه والعربيه، ورمز النادي الاهلي طبعا. وبالتاكيد يعني خلاص فقرتنا بتنتهي، وبالتاكيد حلقتنا النهارده بتنتهي، وقدر الامكان حاولنا نقدم لكم معلومات ونقدم لكم يعني تقارير وافكار فنيه حتى لضيوفنا، وبالتاكيد بنلقي الضوء على المباراه المهمه، مباراه الاهلي وبلاتينيوم ان شاء الله يوم السبت على استاد السلام الساعه 9 مساء في الجوله الثالثه من البطوله الافريقيه. ثلاث نقاط مهمه جدا، وان شاء الله النادي الاهلي رجاله جهازه لاعبيه قادرون على الاستفاده بهذه المباريات وتحقيق العلامه الكامله في النقاط المتعلقه بالمباريات القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.